وينضم إلي عبر الهاتف الخبير العسكري والمحلل الاستراتيجي العقيد طيار عادل عبد الكافي. سيادة العقيد أرحب بك. أهلا وسهلا بك سيد مصطفى، أهلا وسهلا بحضرتك، كل عام أنتم بخير ومشاهدينكم الكرام. كل عام أنتم بخير أيضا سيادة العقيد. لو تسمعني من خلال السماعة. نعم. طيب سيادة العقيد، كيف ترى التحقيقات الأممية في استخدام ميليشيات حفتر صواريخ عن طريق الإمارات؟ يعني ربما هناك الآن دليل واضح لاستخدام هذا النوع من الطائرات بدون طيار، وأيضا بعض الصواريخ التي لا يمكن إطلاقها إلا من خلال هذه الطائرات والتي بالفعل تمتلكها الإمارات. نعم، حقيقة لن يأتي بجديد هذا التحقيق، دعنا نكون واضحين. هنالك عدة تقارير سابقة لخبراء تابعين لبعثة الأمم المتحدة رصدت ذخيرة قاعدة الخادم، أنواع طائرات بأرقامها، سواء دعم إماراتي لا محدود لعملية الكرامة، شركات أمنية بلاك ووتر بدفع أموال ومكافآت لمرتزقة العدل والمساواة. أنا يعني حقيقة هذا التحقيق لن يأتي بجديد. كذلك مقتل أربع ضباط فرنسيس عندما تم إسقاطهم من قبل سرايا الدفاع عن بنغازي، يقاتلون في صفوف عملية الكرامة عندما تم إسقاط طائرتهم. الإمارات أيضا أرسلت طائرات وذكرت بأنواع هذه الطائرات. كذلك تم تسجيل مكالمات ما بين رحلات لعدة طائرات حربية دعمت عملية الكرامة وهي تابعة للإمارات. لذلك أنا أقول هذا التحقيق ما هو إلا يعني زيادة من العبث. نحن الآن من نمسك بزمام الأمور، نحن الآن من سيحقق الاستقرار في ليبيا. ولذلك الآن نجد أن هنالك انهيارات في صفوف عملية الكرامة، وخاصة وأهم عامل هو الانهيار المعنوي. عندما يصدر عجوز الرجمة أوامره بتصفية أي جندي أو أي ميليشيا أو أي إرهابي من عصاباته الإجرامية التي تقود في الحرب على طرابلس وعلى الجيش الليبي والقوة المساندة التابعة لرئاسة الأركان العامة في طرابلس، ويقضي الأوامر بتصفية أي عنصر ينسحب من أرض المعركة، هذا أحدث ارتباك وانهيار معنوي في صفوف هذه العصابات الإرهابية. لذلك الآن أتصور أن المبادرة باستخدام القوة الغاشمة ضد البؤر الموجودة بها العصابات هو ما سيأتي بنتيجة واقعية وحتمية، سينهي هذه الفوضى العسكرية. طيب سيادة العقيد، بالنظر إلى الجولة الأوروبية التي يجريها رئيس حكومة الوفاق السيد فايز السراج، الآن ربما يستطيع الاعتماد حتى على قرارات سابقة من مجلس الأمن بإدانة التحرك العسكري تجاه العاصمة، وأيضا على تقارير لجان الخبراء أو لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن والتي وثقت أكثر من مرة الدعم المصري والإماراتي بالسلاح والعتاد لميليشيات حفتر، ويوضح بها الصورة لدى من سيزورهم من الأوروبيين الآن. نعم، أنا لا أنكر أن مثل هذه الزيارات مهمة جدا، لأن حقيقة التحركات السياسية كانت معدومة نهائيا. التحركات هي كانت تحركات عسكرية ميدانية، ونقولها أن هنالك شعار مرفوع الآن الحوار في المحاور، ولكن ننشد التحركات السياسية لأنها ستدعم التحرك على الأرض، ولكن من سيحسم هو العمل العسكري في القضاء على هذه المجموعات الإرهابية. أما إيطاليا تعلم حقيقة الأمر، فرنسا تعلم حقيقة الأمر، رغم محاولتها الآن التملص من دعمها لعجوز الرجمة وإخفاء هذا الدعم، ولكن نحن نتحدث عن أدلة وحقائق لدينا ولدى أيضا المجتمع الدولي من خلال تقرير خبراء بعثة الأمم المتحدة. لذلك الآن لا نريد أن أن نضيع مثل هذه الفرص. نعم، تحرك سياسي، لو شخصيات حقيقة، وأنا أراها الآن هذه الشخصيات تحاول أن تأتي بشيء في ظل وجود السيد بشاراغة وزير الداخلية، والذي حقيقة موقفي واضح وصريح،
كذلك السيد فايز سراج أصبح الآن موقفه واضح. أتصور من هذا التحرك ويكون هنالك قيادات عسكرية في هذا الوفد الذي يجوب هذه الدول ومن الشخصيات العسكرية التي نثق فيها، لأن نحن لدينا من العسكريين الذين أحيانا لا نثق فيهم يعني حقيقة موجودون، وهؤلاء ربما سيستطيعون أن يأتوا بشيء جديد، ولكن من سيحقق المعادل على الأرض هو الجيش الليبي والقوة المساندة له عندما يتم استخدام القوة الغاشمة مع هذه المجموعات الإرهابية. نحن من سيفرض الواقع، البعثة الأمم المتحدة انتهى دورها، أتصور أن دورها انتهى، لم يعد لها وجود. نعم. الآن أعضاء مجلس البرلمان المنعقد في طرابلس عليهم دور تاريخي جدا أن يستمروا في عملهم، كذلك المجلس الأعلى للدولة، المجلس الرئاسي، حكومة الوفاق، هذه لابد أن تعمل بكل قوة وبكل إمكانياتها، تجديد دمائها، اختيار شخصيات المرحلة، حكومة حرب تستطيع إدارة هذه المرحلة، لأنها هي وليس حكومة أزمة. أنا مش أستغرب حقيقة أن البعض يتحدث عن حكومة أزمة، نحن لسنا في أزمة، نحن في حالة حرب. يعني دعونا نضع الأمور في نصابها حتى يكون التفكير صحيح ومنطقي. فلذلك أتصور هذه المسارات السياسية وكذلك أداء الحكومة والبرلمان المتواجد، فليتركوا المقاطعين مثل عقيلة صالح وغيره، يعني دعوهم في المنطقة الشرقية حتى لا نحتاجهم حقيقة، لأن لوثوا مسامع يعني وأذان الليبيين، وكذلك تاريخهم لن يشفع لهم حقيقة، عليهم استبدالهم بأعضاء آخرون. نعم. المهم أني لابد أن أعمل على هذه المسارات بجانب المسار الحقيقي والواقعي هو المسار العسكري الذي يقوده الجيش الليبي والقوة المساندة له. أشكرك جزيل الشكر عقيد طيار عادل عبد الكافي، كنت معي عبر الهاتف.